محمد جابر محمد قبطان حفارة المرفأ. هي تسمى اسم حفارة لكن أنا عشان هيكون أصول بسموها كراكات يعني، لكن احنا عامة بنسميها حفارة المرفأ، ودي من أكبر حفارات في شركة إن إم دي سي الإمارات. عامة الحفارة دي جاية لهدف معين، والهدف ده إن شاء الله قريب في الوقت اللي احنا اتبلغنا بيه، والخطة هتمشي زي ما احنا متفقين عليها إن شاء الله، إن جاية إنجاز كويس. والحفارة دي قوتها قوية جدا، حفارة بتعمل إنجازات كويسة جدا، على الأقل إنها طالعة من مشاريع كبيرة جدا جدا في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاريع زي إيه يا فندم؟ مشاريع في منطقة اسمها الرويس، مشاريع تبع جاسكو، في فيزاكوم، ودي من تاني أكبر حقول بترول في العالم. أنت بتسوقها في مصر بس ولا بتسوقها في مصر والأوروبا؟ دي مش سواقة، دي حضرتك مش بسواقة، دي أساسا دي بتعتبر مشاريع متحدة، دي بتتحرك عن طريق طاقات كبيرة، دي بتوصل مشروع وبتنجز فيه على حسب الكمية المطلوبة من المتريان أو حسب المشروع كمدة معينة. والمشاريع اللي هي القوية جدا اللي مسمعها في العالم كله، يعني في مشروع في منطقة أبو الأبيض، ومشروع في الرويس، وفي مشروع من أكبر تاني حقول بترول في العالم اللي هي زابون. أنت القبطان اللي بتقودها من هنا يعني؟ أنا قبطان قيادي عام على الحفارة كاملة. هنا اللي بيقودها في دريدج ماستر وفي دريدج ميت، ودولت قيادات معينة، لكن أنا اللي بقيت الحفارة بالكامل. طاقتها كم ألف متر في اليوم يا فندم؟ دي حسب توقيتات، حسب نوع الماتيريال نفسها، بس هنا ان شاء الله كريم يعني منطقيا في الساعه تعمل حدود 1900 ل 1500 متر مكعب في الساعه، يعني تتواصل ممكن لو هي حسب التوقيت طبعا الاجمالي اللي هتشتغل في الحفاره، فربنا يسهل باذن الله تعالى يعني ان شاء الله هننجز يعني. انتوا هتشتغلوا في انهي موقع بالظبط؟ في كيلو 94500. 94500 ده من منطقه الضفر الاسوار من اتجاه الاسماعيليه ان شاء الله. بداتوا فيه ولا هتبداوا من النهارده فيه؟ لا باذن الله بادين فيه كفتح للمكان الحفاره انها هتقدر انها تكمل، وباذن الله تعالى النهارده تبقى الخطه البدايه بقى. بالتوفيق.